الله صباحكم بكل خير متابعي الطقس العرب في السعودية. يكون الطقس صافي في الرياض خلال فترة الإفطار مع 36 درجة مئوية، الملموسة 33، الرطوبة منخفضة 9% فقط، والرياح تكون جنوبية خفيفة السرعة. الانتقال إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: تبوك زخات رعدية من الأمطار 38 إلى 25، سكاكا وعرعة كلاهما تسجلان 41 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الغربية مدينة جدة 40 إلى 29، المدينة المنورة 40 إلى 28، مكة المكرمة 39 إلى 29، أما الطائف زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية فرصة زخات رعدية من الأمطار في الباحة 26 إلى 20، أبها 26 إلى 18، أما جازان 34 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية حفر الباطن طقس مغبر 42 إلى 27، الدمام 43 إلى 26، أما الإحساء 43 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض 41 إلى 27، بريدة 38 إلى 22، وحائل 36 إلى 24. إلى اللقاء.